يسعد صباحك يا نور. يسعد صباحك رشا، كيفك اليوم؟ انا كثير رايقه. رواه. حكينا قديش رايقه اليوم الصبح. هلا نحن مفروض يعني شو ما صابنا نرجع اخر شيء نروق، اكيد وقت نشوف حدا بنحبه، وقت نشوف هالابتسامه الحلوه الصباح، بنلتقي بناس بنحبهم، اكيد نهارنا حيكون حلو رغم كل الضغوطات. يسعد صباحكم لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. برنامجنا بلش معكم، ان شاء الله يا رب هذا النهار يحمل لكم كل الخير، الصحه والامنيات الحلوه والبحبوحه. قولوا يا رب وخلونا نبلش صباحنا لليوم. يا رب يكون هالنهار مثل ما قلتي رشا، يحمل الخير والفرح وراحة البال والرزق الكثير والانفراج لكل الناس. نحن معنا محطات لليوم عديدة برحلتنا الصباحية من دمشق والمحافظات السورية، لكن كالعادة خلونا نروح لفاصل غنائي نروق شوي ونبتدي رحلتنا الصباحية. وقبل ما نروح لأول ضيوفنا خلونا نكون بتقرير برحلتنا الصباحية، وتحت عنوان تحية إلى الشهداء أقيم معرض فن تشكيلي في صالة الرواق العربي بدمشق بمناسبة ذكرى استشهاد القائد سليمان قاسم سليماني ورفاقه. تفاصيل أوفى في التقرير التالي. در سومین سالگرد شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس و دوستان همرزمشون در سوریه. نحن في الذكرى الثالثة لاستشهاد الشهيد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقه الشهداء. نلحظ بأن هنالك فعاليات متعددة في الجمهورية العربية السورية، ومنها هذه الفعاليات الفنية التي تقام من خلال المعارض المختلفة، ومنها الاتحاد الفنانين الفلسطينيين الذين شاركوا بشكل جيد في وربطوا ما بين شهادة الحاج قاسم سليماني وما بين القضية الفلسطينية المحورية قضية القدس. شارك في هذا المعرض عدد من الفنانين الفلسطينيين، والأعمال هي معبرة عن ارتباط الإنسان بالأرض وبالقدس وبفلسطين. حالات إبداعية مشجعة، وأرجو إقامة هذه النشاطات دائما بمناسبات قومية وعلى مدار العام. لوحاتي أنا عملتها عن القدس بالأساس، اللي هي تاريخ فلسطين، العاصمة الأبدية لفلسطين، وما تتعرض له من عدوان يومي بشكل يومي من اجتياح للمسجد الأقصى يوميا، القتل والتدمير اللي عم بيصير في القدس. فنحن إن شاء الله يعني نناضل باللوحة كما يناضلون بالرصاصة. أنا شاركت بلوحة اسمها حمرة خدود فلسطين، تحكي عن شقائق النعمان، عن الحب، عن أساطير الحب، عن رمز الشهداء. وهي المعرض كله يحكي لنا عن المجد والخلود للشهداء. رشا، بمجال الفنون رح نبقى، لكن رح نروح للحرف السورية والحرفيين السوريين. قديش يمكن خلال ظروف الحرب والأزمة كانت الحرفة السورية حاضرة، كانوا فعليا عم يقاتلوا ليحافظوا على هي الحرفة السورية اللي هي تعد تراث أساسي من تراثنا. أكيد نور، مثل ما قلتي القطاع الحرفي عانى مثل باقي القطاعات من الصعوبات، من الواقع الخدمي اللي كان موجود ولهلأ موجود، ولكن مثل ما حكينا بإرادتهم قدروا أنهم يحافظوا على هي التراث وهي المهنة الجمالية اللي امتدت عبر التاريخ وليومنا هذا. أكيد نحكي عن واقع الحرفة السورية، قديش فعليا هي جزء مهم من تراثنا، وقديش رغم كل الظروف مستمرة ومع التطور والتكنولوجيا بعدها محافظة على المعالم الأساسية لإلها. رح نحكي عن هذا الموضوع مع شيخ كار الفنون النحاسية والتشكيلية الأستاذ عدنان تنبكجي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، يسعد صباحكم. صباح الخير.
خير. اهلا وسهلا، بدايه نقول لكم كل عام وانتم بالف خير، بدايه سنه جديده حلوه عليكم. اهلا وسهلا ان شاء الله. كل عام. 2022 كانت غنيه بالفعاليات والانشطه والانجازات الحلوه، خلينا نكون هيك بلمحه سريعه عنا. الحقيقه عملنا كثير معارض، واهم في الموضوع احنا بحاضنه الدمر المركزيه للفنون الحرفيه، خرجنا دورات كثير متتاليه وكان البنات والصبايا هن العنصر الاكبر فعاليه بكل المجالات الحرفيه. وهلا ان شاء الله كمان بتكون سنه خير 2023. احنا على طول في عنا تفاؤل، مثل ما تفضلتي حضرتك هلا عم تحكي انه برغم كل هالظروف الصعبه ورغم انه الورشات معظمها راحت للحرفيين، الا انه صنعوا ورشاتهم بايدهم لانه عندهم الايادي من الحرير وافكارهم ما زالت موجوده وباستمرار الحمد لله. التطور قائم والامل على طول قدامنا ان شاء الله. يعني حرفي وحرفيه كمان بوجه لهم تحيه من خلال شاشتكم. تحياتنا لك للكل اكيد يعني. تحياتنا لكل الحرفيين السوريين. خلينا نحكي عن مشاركاتكم الاخيره، مثل ما قلت الحرفي السوري بيحمل حرفته وممكن يبلش باي مكان، بعيدا انه فعليا الارهاب حاول يدمر جميع معالم الحضاره، بس الحرفه السوريه ما زالت محافظه على مكانها. خلينا نحكي عن هي المشاركات وقديش فعليا كان في لكم تواجد كبير، يعني حكينا سابقا بعده حلقات حتى المشاركات كنتوا يمكن توصلوا لمرحله تسافروا على حسابكم تدفعوا منكم من مالكم الخاص لحتى تكونوا حاضرين بالمشاركات هي. الحقيقه بالنسبه للمشاركات الدوليه بنحكي عليها بنشكر وزاره الاقتصاد لأن عم يدعمونا ولو كان يعني بجزء خلينا نقول ما يقارب 40% من دعمهم على انه يعطونا المكان بالمعارض الدوليه مجانا. والحرفي اللي عم يحاب انه يطلع ويشارك عم يحط باقي الاعباء على عاتقه الخاص. انجزنا كثير واخذنا ميداليات واخذنا بطاقات مشاركه واخذنا اوسمه الحمد لله. سوريا شو اخر مشاركاتكم كانت؟ هلا بالنسبه للمشاركات الداخليه اللي احنا عملنا بحامله دمر المركزيه سوريا تاريخ وحضارات، عملنا مهرجان للابداع وانا اخذت جائزه ابداع فيهم بشطرنج وكرسيين من النحاس والبروكار. هدول كثير انا فخور فيهم والحمد لله يعني اعطوني كمان طابع قوي على انه روج هي القطع اللي عم عليها اقبال من برا واجاني اتصالات من برا والحمد لله ماشي الحال. يعني شغلوني وشغلوا ورشتي وفريق عملي على انه نساوي اكثر. هذا تسويق نوعا ما للشغل. نعم. صحيح. بالمراكز الثقافيه عملنا كثير كمان بمعظم المراكز الثقافيه، كمان عملنا لشيوخ الكار بثقافه ابو رماني، عملنا بكفر سوسي، عملنا بالعدوي وكان اقبال جيد جدا والناس بشوق كبير على انه ترجع على تاريخ المجد وتتذكر هي الحرف اليدويه تاريخ الاباء والاجداد. خلينا نحكي اليوم هيك عن حضرتك شيخ كار بمجال النحاسيات والفنون التشكيليه، وكان هيك لك بصمه خاصه بهذا المجال. مبدئيا خلينا نحكي عن الواقع اليوم، كيف عم يمر الواقع الحرف النحاسيه والفنون التشكيليه؟ شو الجديد اليوم؟ شو عم تحاولوا تدخلوا جديد؟ بنعرف دائما بنقول انه انتم قد ما حاولتوا تحدثوا وتدخلوا قصص جديده ولكن دائما بتحافظوا على اصاله القطعه. طبعا هلا هو التاريخ القديم هذا خطوط حمراء، يعني احنا معنا التعليمات، احنا فينا نعاصر وفينا نحدث وفينا نمشي مع التطور، الا انه التاريخ القديم يعني سواء كانت بالزخارف او بالجو العام تبع الحرفه او التحفه احنا بنضل محافظين عليه. بدنا نمشي احنا مع التطور وساوينا هلا بالنسبه للالوان تطور، بالنسبه لتدخيل الكريستال بما يخص الحرفه تبعي كمان دخلنا الكريستال باشكال غير سابقاتها يعني وعليها اقبال كثير. مثل احنا يعني احنا بنشوف الكريستال المتعودين عليه الكلاسيكي التقليدي. نعم. لما نقول دخلنا شيء جديد بكيف الطريقه بتكون مختلفه او طريقه الطرح؟ في عندنا كريستال عم نلبسه مثلا اللون البلاتينيوم كان عاده انه عم يكون شفاف الكريستال، دخلنا مع التريات كمان واللمبادرات والاباليه نوع من انواع الرخام المرسوم رسم يدوي ومحفور عليه بالنحاس، دخلنا بالنسبه للوحات اللي خطوط كمان نحاسيه خطوط ما بتتجاوز الواحد ملي او 2 ملي نحن بنرسم بعدين بنحفر بننزل موضوع النحاس على الدائر وبننزل المينا كمان، هي كلها من التاريخ القديم لكن بمعاصره حديثه من شان نحن نتماشى مع السوق ومع الصبايا والشباب اللي بيحبوا تجي الاشياء. عم يكون في دمج يعني نحن عم نحكي عن دمج، موضوع الدمج حصل وبحاضنه دمار لحرفتين او ثلاث حرف وهلا ان شاء الله تطور قائم على انه
يصير يعني في تكتيك لسنة 23، الحرف على طول متفائل، ونحن بصراحة هذا الهدف تبعنا انه كمان تسويق لنا، لانه اذا ما اشتغلنا ما بنعيش. لذلك في عنا الموضوع التطور بدنا نشتغل عليه، وبدنا نتماشى مع حرفتنا ونروج لها بشكل جيد. يعني اذا ما اشتغلنا اكيد نحن بنوقف، ظروف صعبة بس احنا بدنا نتخطاها ان شاء الله دائما نتخطى هدول القصص. خلينا نحكي اليوم عن الحاضنه بشكل عام، الحاضنه الحرفيه. شو الواقع اليوم؟ هلا الصعوبات بنعرفها، ولكن مثل ما قلت ذكرت حضرتك عم نحاول نتجاوزها، ولكن هيك اذا حبينا طمنا خبرنا عنها اكثر اليوم. هلا حكيتي عن الصعوبات بصراحه، موضوع الكهرباء، موضوع المازوت، المشتقات النفطيه، هذول يعني هذا واقعنا ونحن بدنا نتحمل هذا الامر، ونتمنى كمان انه يجينا دعم اكثر ان شاء الله. بنتمنى يعني نتماشى مع المنشآت الصناعيه بما يخص الكهرباء. انت عبر منبر فيك توجه يعني صوتك لكثير من المتابعين، القطاعات ان يعني كان العام والخاص. انا بشكر كل واحد عم يدعم الحرفيين، بوجه التحيه لرئيس الاتحاد الاستاذ ناجي حدوي، الاستاذ لؤي شكر مدير حاضنه الدمار. نحن عم نسعى ونوصل لهم رساله وهن بيوصلوها للجهات المعنيه، في دعم بس كمان احنا بنطلب اكثر. يعني ليش بنطلب اكثر؟ حتى نعطي اكثر. يعني اولا موضوع التعليم، اليوم اذا ما في كهرباء وما في مستلزمات القاعه اللي احنا بدنا نعلم حتى صحيح. بالورشات بتلاقي اذا ما في شيء عمل احنا شو بنفرق عن شيء الاكاديمي اللي برا عم يتعلموا بياخذ نظري، احنا عم ياخذ عملي. العملي هو بصراحه فعال اكثر طبعا، وثبت موضوع التعليم العملي كيف عم يكون الواحد عم يتعلم بايده اقوى من انه يتعلم بذهنه. نحن بنعلم التنتين سوا على المسارين نمشي. بعدين نحن عندنا الحرفه هي موضوعها مو حرفه، كثير ناس بياخذوا مفهوم خاطئ عن الحرفه، الحرفه هي عده مهام. هلا انا فريق عملي مثلا نحن عم نشتغل بما يخص تريات، لمبادرات، اباليك ان كانت مودرن او كلاسيك. حتى الزخارف يعني كلها بنتماشى معها، بس احنا الحرفة هي ممكن إذا بدي أعدلك تتجاوز 12 مهنة اللي احنا بنمشي فيهم. بنعتاز أحيانا مصمم، بنعتاز برامج حديثة بالأوتوكاد، وكلهم هدول هي ورشات أساسا يعني بتشغل أيادي عاملة. وهي نقطة كثير مهمة لما نحكي عن أهمية دعم هي الحرف، لأنه هي حلقات عم نحكي متواصلة مع بعض. نحن صورنا مع ورشات كثير، فهي كمان بتساهم بالدخل الوطني الاقتصادي وبتساهم بتشغيل اليد العاملة. بس في نقطة كثير مهمة قلتها خلال حديثك أستاذ عدنان، نحن بنعرف الحرف التراثية السورية هي كانت المركز الأساسي لكل السياح، يعني أي سياح كانت بتجي كان في نقطة أساسية لازم يروحوا على هي الورش، كان في استقطاب كثير رهيب، يعني كان في سوق كثير كبير. بنعرف إنه يمكن الوضع والأزمة 10 سنين ما في سياح، فأنتوا يمكن كنتوا متضررين بشكل كتير كبير. فنقطة التسويق لكم، لأنه كمان هي مكلفة ماديا، يعني نحن عم نحكي عن شغل يدوي، شغل تقني، أساسا الكلفة رح تكون عالية. كيف عم يكون التسويق؟ يعني حاضنة الدمر قديش عم تساهم بتسويق شغلكم؟ وكتير من القطاعات يمكن لازم تكون هي مشاركة معكم اليوم بتسويقكم. أنا كتير بشكرك على هذا السؤال، لأنه اليوم الحرفة بحاجة تسويق. وزارة الاقتصاد دعمونا بدورة ومجانية وصارت بحاضنة الدمار، استفدنا منها كثير، وأنا حكيت عنها قبل هلا سابقا، دورة دبلوم التصدير الاحترافي. كمان بنطمح إنه يكملوا معروفهم، يعملوا لنا منصة إلكترونية للتسويق. حلو. يعني هي كثير بتساعدنا، يعني احنا الموضوع اليوم الحرفي بصراحة الثقافة تبعه شوي محدودة، يعني هو عم يتطور مع الالات اليوم الحديثه، وبده يشتغل شغل يدوي. بس منصه الكترونيه مهمه، بس يعني بدنا احنا منصه الكترونيه تسويقيا كثير بحاجه لها، انه تكون حتى بسفاراتنا اللي موجوده برا، يعني اذا بتنوضع شاشه صغيره او سيديات بتتوزع لكل الزائرين على السفارات مشان يشوفوا شو هو المنتج، لانه اليوم المعارض كمان بجائحه كورونا خفت صحيح، مكلفه يعني صار خفت كمان. يعني الحرفي ماله فقير، الحرفي بيصنع المال بايده، لكن احنا حكيتي على موضوع الترويج، اذا ما روج وسوق هي القطعه عليها اقبال، يعني التحفه اليوم عليها اقبال كبير، لكن كيف انا بدي اوصلها بهالظروف الصعبه؟ كيف بدي اوصلها؟ اذا واحد تواصل معي بدنا اليه تواصل يشبك بين الحرفي وشيخ الكار او كل الحرفيين والسوق الخارجي، مشان تكون هاي اللي احنا بدنا اياها وبدعمها. نتمنى. طيب
خلينا نروحك شوي لبداية 2023. اليوم في خطة هيك حاطين أنه نحن اليوم بدنا نطور هاي الحرفة، بدنا نشتغل على هاي الحرفة، خبرنا هيك اليوم الأجندة لوين اتجاهكم أكثر شيء؟ رقم واحد التعليم. يعني كل التوجيهات بتصب على أنه نعلم أكثر بالحاضنة. اليوم الظروف ما فينا نخبي، كثير ناس عم يكونوا نحن عم نخسرهم، عم يروحوا ويسافروا برا نتيجة الظروف، انه في مبالغ اكثر عم تندفع لهم من هذا. اليوم هن معذورين بالنهاية، يعني كيف؟ معذورين. كيف انا بدي احافظ عليهم؟ وقت احنا بدنا نعطيهم، بدك تدعم هذا، بندعمه بالمادة، بندعمه بالمواد الأولية، بندعمه بالمستلزمات، بندعمه كمان بالوقود وبالكهرباء. خلينا تكون أماكن خاصة بما يخص الورشات، شوي يجيها لدعم. هون الحرفي، الحرفي عنده انتماء. اليوم الحرفي بيحكي مع حاله، بيحكي مع القطعة، بيحكي مع العناصر اللي عنده لو كانت جماد. روحانيات، في روحانيات، لأنه القطعة هي في روح. الفرق صحيح بين الآلة وبين القطعة اللي عم يساويها الحرفي والماكينة، أنه في روح هون موجودة. هاي الروح ما مستعد أنه يضحي إلا إذا استنفذت كل شيء قدامه، الخطوات أو العناصر المهمة، ساعتها بيفكر أنه يسافر. حتى ما يسافر نأمن له نصهم، والحرفي عليه اقبال يعني بالتحف تبعه، ان كان داخليا وحتى برا ما بيوقف الاقبال عليه، وما ما بيصير يكون الحرفي فقير. الحرفي غني بافكاره، غني بايديه، غني بعطائه، لانه ما بيوقف ابدا عن العمل لا هون ومثل ما قلت ولا برا. بس بدنا شويه حاجه الدعم وتسليط الضوء اكثر، حتى نحافظ يعني على ما تبقى بدنا نعطيهم شويه. اكيد بنتمنى فعليا يتوجه لكم كامل الدعم، لانه مثل ما قلت هي حرفه، حتى أساس التعليم نحن بنعرف شيوخ الكار بيعلموا هاي الحرف لأولادهم، بس قديش مهم الحفاظ. يعني بنعرف في بعض الحرف بعض الأشخاص فقط اللي بعدهم بيشتغلوا فيها، فلما نعمل ورشات تدريبية هي إرث لازم نورثه لأولادنا ولأجيالنا. فالدعم مو فقط بالورشات التدريبية مثل ما قلت، بجميع القطاعات ماديا كان من خلال التشغيل، لأنه كله أخيرا بيصب في مصلحة الوطن والاقتصاد الوطني اليوم لاستمرار عجلة الاقتصاد. بس خلينا نحكي، كل الناس عم تسمعك هلأ وكل القطاعات، لأنه أحياناً بنشوف أيادي خير كتير اليوم موجودة عم تكون مشاركة داخل البلد وخارج البلد. لكن اللي عم يسمعك شو اللي بتحب توجهه اليوم؟ بتقول إنه نحن فعلياً بيلزمنا دعم. لما تقول بيلزمنا دعم كلنا بنعرف، بس شو هو الدعم؟ بيلزمنا دعم كلنا بس بدنا نفصل أكثر، ما هو الدعم الأساسي؟ لما أقول أنا إنه فعلياً لو مثل المنصة الإلكترونية حكيتها، هي نقطة كتير مهمة تسويقية ترويجية، أي حدا بالحول العالم ممكن يقدر يفوت على شغلك. الدعم انا قلت لك، يعني احنا لو بناخذ نص الدعم، احنا بنعرف ظروف البلد صعبه، والبلد ربتنا وعلمتنا وعملتنا قامات حرفيه وشيوخ كار معترف عليها، مو بس بسوريا، برات سوريا كمان احنا عم ينادوا لنا يعني على منتجنا وعلى وجودنا برا. لا احنا ما بدنا ننسب حرفنا للغير، احنا حرفنا هويتنا وهذا تاريخنا اللي تعودنا عليه. مثل ما حكيت الظروف صعبه، بناخذ جزء يعني في امكانيات. يعني انا مثلا بدي اسوي لشغلي وابعد شغلي لبرا، انه شو التسهيلات اللي ممكن لازم تتقدم لك مثلا؟ في عندنا قبل تسويق العمل، احنا بدنا ندعم العمل، ندعم ورشات العمل، ندعم شويه مخصصات. انا بيطلع لي مخصصات مثلا من الوقود ما عم شوفها، خليني اخذ نصها 25% منها مشان انتج، وقت انا بدي انتج بعدين بيطلع معي المونتاج، بتطلع معي عده حرف، بتطلع معي عده لوحات، بتطلع معي عده تتريات، لمبادرات، اباليك، اشياء فنيه بتكلفه اقل، بتصير حتى طبعا بتكلفه اقل وباسرع. وبشجع على موضوع التعليم. هلا احنا فتك انا بموضوع انه احنا حتى ذوي الاحتياجات الخاصه بلمه امل عنا فريق عم يكبر وانا لاحظت انه عندهم قدرات يعني جيده جدا، انه دائما بتميزوا بشيء خاص فيهم. والله عندهم بس قدرات، بس بدهم كمان دعم. انا عم شوفهم يعني خلينا نقول 20% من اللي عم يتعلموا عندهم قدرات احنا بحاجتها، وممكن هدول الناس تصوري بيجوا دموعهم بتنزل انه هو انتج، ما في مين يسمع لهم، ما في مين يشوف منتجهم. يعني وقت عم يطلع منتج وبايده قديش بتصنع السعاده فيه، وبيتشوق انه ما عاد يتعب، بيشتغل من قلبه، يمكن بيشتغل من اكثر عم يعطي من حدا العادي، وعم يشوف قدام عينه وعم يشتغل بايده. بوجه تحيه لذوي القدرات العاليه بفريق لمه امل وكل الموجودين بسوريا، انه نحن كمان بحاجتهم، عندهم قدرات نحن فينا نستغلها ونشجع عليها وننميها ان شاء الله. موضوع دعم الورشات، موضوع دعم التسويق، في منصه الكترونيه عن طريق وزاره الاقتصاد، وبصراحه الاستاذ محمد ما قصر انه يعطينا لحنا مكان، لكن بدنا بكل الوزارات خاصة بوزارة السياحة، بوزارة الاقتصاد، بوزارة الثقافة، أي وزارة
انتم ما شاء الله ما بتقصروا، اعملوا برامج خاصه شويه. اكيد ما عم تقصروا كمان، لانه انتم شاشتكم مطلوبه برا وكثير متابعينها. انا يا ريت تعملوا برامج خاصه مو لاشخاص، للمنتج الحرفي وكيف بيتم تصنيعه. على كل يعني نحن دائما بنحاول ضمن صباحاتنا انه تكون الاضاءه عليكم موجوده، وبالنهايه مثل ما قلت وقت اللي بيكون في تسهيلات لحضرتكم هذا الشيء حيدعم الاقتصاد، وبالتالي حي يعني عجله الاقتصاد كلها حتكون يعني اسرع. بنتمنى لكم كل الدعم اكيد. اكيد بنتشكرك على وجودك، منا الدعم الكامل لجميع الحرفيين السوريين، لازم يكون في يد هيك تمتد لكم بالعون ويكون في حضن اكبر لفعليا استمرار الحرفه السوريه. شكرا كثير لك. يعطيكم العافيه، كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير، ان شاء الله تضلوا بخير. اهلا وسهلا بحضرتك. احنا نور مكملين بباقي فقرات صباحنا لليوم، ولكن خلونا نروح لموجز لاهم الاخبار السياسيه والمحليه والدوليه مع زميلنا علي معلا. يسعد صباحك يا علي. صباح الخير لك يا رشا ولنور ولضيفكم الكريم. مشاهدينا موجز للانباء بعد الفاصل. صباح الخير. أعلن مصدر روسي مطلع أنه من المنتظر إجراء مباحثة وزراء خارجية سوريا، روسيا وتركيا في موسكو، وأنه تجري حاليا مناقشة موعد عقد هذا الاجتماع. وقال المصدر في تصريح لوكالة تاس الروسية أنه ليس هناك بعد أي موعد محدد للاجتماع، معربا عن أمل الجانب الروسي في أن يتحدد الموعد خلال أقرب وقت. المصدر أضاف بأن الجانب الروسي وجه الدعوة للجانبين السوري والتركي، ويجري حاليا البحث في موعد مناسب للجميع. تصدى شبان فلسطينيون لقوات الاحتلال بعد اقتحامها بلدة فحمة جنوب غربي جنين ومداهمتها منزلا في البلدة، واعتقلت قوات الاحتلال شابا في بلدة صوريف شمال الخليل، يأتي ذلك خلال مداهمة منزله، كما أصيب طفل فلسطيني آخر في هجوم شنه مستوطن بالحجارة في منطقة تل رميدة بمدينة الخليل. مصادر محلية أشارت إلى أن مستوطنا هاجم أطفالا بالحجارة وحاول الاعتداء عليهم، ما أدى إلى إصابة الطفل والشاب عقب تدخله بهدف حماية الأطفال. كذلك تصدى شبان الفلسطينيون لقوات الاحتلال في مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة، بينما أصيب شاب بالرصاص خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة خلال عملية الاقتحام. أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيسك الشعبية دينيس بوشلين أن مدينة سوليدار داخل الجمهورية أصبحت تخضع بالفعل لسيطرة القوات الروسية. القوات الروسية فرضت سيطرتها على مركز مدينة سوليدار، لافتا إلى أنه سيتم تحرير مدينتي إرتيموفسك وسيفيريسك بعد تحرير سوليدار. هذا وكانت قيادة دفاع جمهورية دونيسك الشعبية أعلنت أمس عن تحرير بلدة باخاموتوسكوي الواقعة بالقرب من سوليدار شمال شرق منطقة إرتيموفسك. بدأ سلاح الجو الروسي استخدام طائرات هليكوبتر حديثة من طراز KM-52 مزودة بصواريخ حديثة في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقال مصدر إن هذه المروحية يجري استخدامها على وجه الخصوص لاستهداف المركبات والعربات المدرعة الأوكرانية فضلا عن تمركزات القوات، مشيرا إلى أن الذخيرة التي تحملها هذه المروحية هي صواريخ 305 الجديدة عالية الدقة، والتي كانت تستخدم سابقا مع مروحيات Mi-28NM. المصدر أشار أيضا إلى أن إمكانية استخدام الذخيرة الجديدة تجعل من طراز هذه المروحية إلى جانب Mi-28NM أهم سلاح لضرب خط المواجهة وضرب مواقع القيادة ومستودعات الوقود وحظائر الطائرات. نهاية الموجز، عودة الآن إلى رشا ونور لمتابعة برنامج صباح نغير.
شكرا لك يا علي، وباقي نهار حلو لك، ونحن مكملين بباقي فقرات صباحنا لليوم. وصلنا لمساحتنا التربوية التعليمية السلوكية، اللي دائما نحاول رغم كل التطور والحداثة اللي عم يتعرض له الطفل انه نضوي عليها ونركز عليها كرمال الاهالي يستفيدوا منها. اكيد يمكن كثير بنحكي عنها اليوم رشا كأمهات، اساليب التربوية، التربية الحديثة. اليوم نسمع كثير مصطلحات حول التربية، قديش فيني اليوم كأم فعليا اقدر ربي ابني تربية فينا نقول متوازنة، يكون للطفل سليم نفسي. سابقا كان في نوعا ما نوع من الحزم والصرامة ما بنشوفها اليوم بهي الايام. مين ما كان بتسألي انه انت نوعا ما فينا نقول شوي مدلع ابنك او كثير في اعطيه مجالات شوي بيقول لك انه هي هي التربيه الحديثه. مفهوم التربيه الحديثه مفهوم جدا فضفاض، اساليب التربيه هي عديده. لنحكي عنها اليوم معنا الاخصائيه التربويه لينات يوسف. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. مثل ما قالت نور، اليوم عم نحكي عن موضوع كتير مهم بين الحداثة وبين ترباية الجدة والأم من زمان وبين ترباية الأمهات الجداد. عم يكون في خلل، ما في رضا لا من القديمين ولا من الأمهات الحديثين. فاليوم إذا هيك بداية قبل ما نروح لتفاصيل نحكي عن الأسلوب التربية الحديث، شو برأيك هو؟ هلأ أول شيء نحن بنعرف أنه في عنا أساليب عديدة للتربية. صحيح. والاساليب تنوعت من قديم وهلا، يعني هي اساليب كانت مستخدمه من قديم الزمان وهلا ولساتها عم تتكرر. بس نحن في عنا هلا هون مصطلح شائك، اسلوب التربيه الحديثه، بفكروا الاهالي انه انا بدي اتعامل مع الطفل تربية حديثه، ما اختلفنا وما بدنا نضرب، ما في انصياع لاي نوع من الاوامر، بتحسي انه هو رافض اي فكره انه يرد على الاخرين، وما في خجل انه ماشي تربيه حديثه. نحن ما بدنا نضرب، ما بدنا نعنف، ما بدنا نقاتل، بس بنفس الوقت في عندي بدك تنصاع لاوامر الاخرين، في عندك ضوابط، عندك قواعد معينه، حتى عندنا روتين حياه هذا لازم نعيشه بحياتنا يعني. طيب خلينا نحكي بعض القصص من البدايه، يعني قلنا يمكن هي التربيه مثل ما قلتي انواع واساليب عديده، وهي فعليا الهدف الاساسي ان كان من القديم لليوم هي فعليا انه تربيه الطفل سليم نفسيا تماما رغم كل الظروف والضغوطات اللي عم نعيشها. ومفهوم التربيه الحديثه قلت فضفاض، يعني هو بالعكس اذا بيطبق بطريقه صحيحه هو فعليا النتيجه رح تكون تمام، فعليا مرضيه ومثاليه. وقصه الرضا هي مشكله، يعني لما تقولي انت راضيه المحيط مش راضي، المهم انت تكوني راضيه على اللي بتعطيه وبتمنحيه لطفلك بعيدا عن تدخلات اي شخص موجود بهي الدائره. اليوم شو هي الاساليب او القواعد الاساسيه للتربيه الحديثه، لانه خصوصا مع الامهات الحديثين، يعني بدايه بتلاقي الكل بيعطيهم نصائح والكل بيتدخل، هي بتكون خايفه ما عم تقدر تمنح طفلها فعليا التربيه اللي هي بتتمناها. تمام. هلا اذا نحن بدنا نعود للتربيه الحديثه، نحن اول شيء بدنا نعرف انه يكون في انسجام بين سلوك الاب والام، يعني ما تكون في حدا مثلا السلطه تبعه مفروضه او طاغيه على الثاني، انه مثلا انا مو عندي الاب شديد والام لا متهاونه، يعني احيانا بيقولوا لازم يكون في حدا هيك، بالعكس لازم يكون شوي في اتفاق انه نحن عندنا لا لا لسبب معين والمسموح مسموح شيء معين، لانه نحن في عندنا سبب. في عندي شيء ثاني انه انا بدي ابعد عن انه بيكون انا عندي نمط عدواني بالتعامل مع الطفل، هذا الشيء كثير بيبعد عنه. وقت عدواني، عدواني انه مثلا صار موجودين احنا قاعدين هلا بعدين في طفل تصرف تصرف غلط، انكسرت الكاسه، اي تصرف بسيط صار، ما بالغ برده الفعل، انا رده الفعل تبعي هي عم تعمل لي عدواني فوق الوصف. صحيح. التربية المتوازنة أو التربية فينا نقول الحديثة هي عبارة عن تربية بتأخذ من كل أنواع التربية شيء مميز. مثلا نحن في عنا التربية السلطوية، أنه مثلا يعرف أنه في هيبة لوجود الأهل، في أنا في عندي قواعد معينة بدي التزم فيها، في عندي أمور معينة لازم أنا ما ناقش فيها، أنه خلص في هيك هيك. في عندك انه مثلا الحمايه الزائده، نحن هذا الاسلوب من انواع الحمايه او التربيه من اساليب التربيه كثير سيء. صحيح. انه انا الولد بده يجيب كاس مي، لا 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 انا بجيب لك، لا تكتب وظيفتك انا بكتب لك، لا تعمل. حتى بنروح على الدكتور هو بده انه مثلا بيسال الدكتور انه شوفي انا بدي رد، برد بلسانه، بتصرف انا عنه، ما بخلي يكون مرتاح نهائيا، يعني باخذ منه كل شيء. وفي عندك اسلوب مثلا من اساليب التربيه
المهمل، يعني انا مو فارق معي، المهم اكل شرب، مو فارق، حكى ما حكى، عم بيعاني من مشكله ما عم بيعاني، وانا الرعايه مش اكل وطعام فقط او شرب، صحيح طبعا، وبدي اعرف انه دائما نحن نتحمل عواقب افعالنا مع اطفالنا. يعني مثلا هلا نحن عندنا طفل، حاولنا نحتضنه، نرعاه، نسمعه، نسمعه كيف بيتحدث مع الاخرين، يحترم القواعد، بالنهايه انا رح اكون مرتاحه وهو مرتاح. لانه المجتمع هلا موجود معك 10 دقائق، الاخرين موجودين نص ساعه. صح. اللي رح يتحمل هو الطفل والام يعني والاهل. هدول القصص اللي حكيتيهم، انه خلينا نقول مبدا الحمايه، مبدا الاهمال، اليوم هدول القصتين وخاصه موضوع الحمايه، اليوم نحن بنعرف انه هاي القصه نابعه من الامومه ونابعه من احساس الام بالخوف، يمكن ما تكون القصه عن شر او عن تكون غير مقصوده يعني، ولكن نحن اليوم شو عم نصدر للمجتمع؟ هل حتكون شخصيه، حيكون شخصيه مهزوزه، ما عنده ثقه بنفسه، ما عنده، خايف ياخذ قرار، بخاف من اي خطوه اي حدا ما يكون جنبه، لانه تعود على هي القصه. اليوم الام اذا بدها تبلش، خلينا نحكي عن العمر الصح للطفل لحتى نقدر نعطيه دور السلوكيات الصح، وشو هي الاساسات؟ هلا نحن مثل ما تفضلتي حضرتك انه الام هي بتكون اخذه هذا الدور، هي مستمتعه فيه. انا بحترم دورها، بس انا مو لدرجه انك انت تستمتعي بدورك انك انت تعملي طفل اتكالي اعتمادي، ما بيعرف يعتمد على حاله، ما نواثق بحاله، ما نو قادر يتصرف. نحن من عمر السنتين نقدر نفهمه انه انت هذا الغرض جبته لهون، بدك ترجعه محله، بدك تلبس، بدك تحاول تجرب تلبس، بدك تضب الاغراض، بدك تضب الالعاب، نحن سوا بنضب الالعاب، مو انا بضب لك لهون لا 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 ما بتضب. هو المخرب. ايه لانه هو لانه هو عارفان حاله كثير منيح شو عم يعمل، وانت بالمستقبل ما بقى فيك تتحملي الاعباء اللي بتصير. صح. طيب خلينا نحكي، يمكن كثير من الامهات عم يتابعونا وعم يقولوا هذا الحكي كثير جميل، بس قديش فعليا انا فيني طبقه؟ والطفل مثل ما قلتي يمكن خلال حديثك مثل الاسفنجه، يعني هو بيمتص كل العادات والسلوكيات من المحيط والبيئه والاهل، واساسا النقطه الاساسيه الاب والام. بس اليوم عم نشوف الاطفال، فينا نقول بيقولوا لك حتى الاهالي، انه بالعشر سنوات الاخيره في كميه عناد هائله، يعني ما كنا نشوف هي العناد عند الاطفال سابقا، اغلب الاطفال عنيدين. هون كيف هي الام تتصرف مع الطفل العنيد؟ واشرتي لنقطة ردة الفعل قديش بتكون مدروسة، لانه نحن بنعمل ردات فعل فقط على السلبي، فان هو اساسا ليكرر الايجابي ما بتعطي ردة فعل نفسها على ردة فعل. يعني بتشوفي لما تصرف تصرف سلبي ردة فعل بتكون قوية، طب الايجابي خليه تكون متوازنة ليقدر يكرر هذا الفعل ولا لا؟ حبيت سؤالك. دائما عندي انا طفل عنيد لانه بيكون يا اما عم يلفت نظري، يا اما هو متعود على العناد، يا اما الغلط من عند الام بتكون ما عم تعطي بدائل. دائما انا وقت اللي بدي يكون عندي عند مثلا عند بدي اطلع مشوار، فينا ما نطلع، شو رايك بنطلع مشوار ولا بنعمل شيء ثاني؟ حدد له انه في عنده بديل دائما، خيارات. ما بدي اقتنع انه انا في لا هيك لا ما في لا، بدك تقولي له لا ليش، في شرح بعد لا، في خيارات، مش انه طلب بدائل تماما. بس المشكله ما بيقتنع، يعني حتى لو كان عندك كثير اليوم اسباب انك انت اليوم ما تطلعي هذا المشوار او ما تقدر تجيبي له هذا الغراض، اليوم نحن عم نتعامل مع طفل يمكن نور انت بتعرفي يعني مو بس عنيد، يعني ذكي جدا، سابق أهله، سابقنا من زمان يعني، سابقنا بمراحل، يعني يمكن التكنولوجيا كثير كان لها اثار ايجابيه ولكن كان في منحى سلبي. طب ليه خلينا نحكي اليوم نحن، انا ايمت ممكن احس انه طفلي في شيء صح مو صح بنفسيته، في اتجاه مو صح ونحن بحاجه لاخصائي تربوي؟ ايمت هلا انا اول شيء بدي اعمله انه بدي اخذ وقت اعطيه لابني، راقب افعاله، اعطيه وقت نحكي، شوف شو عم يعمل، ما ضلني مشغوله عنه كل الوقت لحتى اقدر ميز انه هو عنده مشكله او لا. وبس بلش انا احس انه في عنده مشكله، اول شيء ما اخجل، عنده مشكله ايه بنسكرها. شو هي المشاكل اللي ممكن الام اليوم تلاحظها؟ عندك مشاكل كثير، هلا عندك مشاكل سلوكيه، يعني عندك العدوانيه، انه يضرب الاطفال، يضرب يعني الاخرين سواء الكبار او الصغار. هلا في عندنا هي المشكله كثير دارجه وهلا كثير شكاوى. طيب هي شو سبب منشأة هي؟ معلش خلينا نركز عليها. ايه لانه هو في عندي طبعاً. انا في عندي المنشأ تبعها هو التساهل، التساهل من اول مره صار معي فصل مثلا، تصرف الطفل بقله احترام مع الاخرين، من اول مره بده يصير في عقاب، العقاب مو قتل، العقاب انه اقعد هون انت تصرفت بهي الطريقه، ممنوع تتصرف هيك مع التانيين لانه عيب، لانه هذا التصرف بس لانه في حدود، لانه في كبير وفي صغير. من اول مره بس يصير في هذا النقاش ممكن انت تتطوري مع الطفل وممكن يستوعب، اما من اول مره خلص انا تساهلت وما عاقبت صغير وتركي على راحته، وبكره بيكبر، وهو بيكبر على هدول القصص الغلط يعني. لا وهلا في شكاوى كثير انه
انه كاخصائيه تربويه انه نحن عندنا مشكله انه ابني كثير عنيد، ابني كثير عنيف، بس والله ماني قدرانه اني اقسى عليه. ليش مانك قدرانه؟ بتقلي لانه نحن مرينا بظروف صعبه. طيب ماشي، انت بتعرفي انه هي الظروف الصعبه كانت كثير قاسيه عليك وعليه، بس اذا هلا ما اخذتي مبادره وحاولتي انك تساعديه بده يصير هو أسوأ. يعني انت رح تتحملي النواتج. فيمكن بعتقد كمان الاهل بيكونوا شريكين ببعض النقط، لانه مثل ما قلنا خلال الحديث انه بعض التصرفات الاهل بيتجاهلوها، او احيانا بتلاقي في تصرف ممكن هو مثل ما قلتي مثلا مش منيح، الاهل بيضحكوا وبيمزحوا بين بعض وفجاه الام بدها تاخذ هي رده الفعل. حبيت هون بتعمل كمان خلل عند الطفل، لانه الطفل بيقول انه انا شو عملت؟ يعني كانت هي ما عم تحكي شيء وكانت مبسوطه، لانه احيانا بنسمع الولد عم يشتم، بتلاقي مثلا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بتلاقي فيديوهات عم تنتشر وبتلاقيها بشكل كثير كبير انه الجد عم يضحك، الست عم تضحك، وبعدين صغير انه الكلمه طالعه، بعدين بس يكبر شوي لا ما بصير تحكيها انه لا بس انت كنت حابب وانا عم بحكي. بالبدايه نحن في عندنا موضوع التجاهل، انا مو بدي اتجاهله امسك التليفون، مو بدي اتجاهله وروح على غرفه ثانيه، هو عم بيعيط، عم بيقاتل، عم بيصرخ، انا بدي ارجع انتباهه لتجاهل الموقف. اول شيء انا بدي ضل عم بتطلع فيه، انه بدي احط عيني بعينه، هو عم يطلع فيني وانا عم بتطلع فيه. يلا خلصنا، خلصت، خلص بكي، اخر شيء بدي الاقيه عم يضحك، بعدين قرب علي وبلش انه بده يمزح، بده يضحك، بيعرف حاله انه غلط، بعدين انه انت تعبت ولا ما تعبت، هيك بدك تبلشي معه انه تعبت، انت مبسوط بالشيء اللي صار، بدك تاخذي انت، بدي اعرف انه هو عم بس احيانا بيقولوا لك لفتي نبهه، لفتي انتباهه لشيء ثاني، يعني انت كان شتتي انتباهه، يعني انت شتتي انتباهه عن التصرف الخاطئ، انه هو مثلا كان عم يزت الكاسه، انا بقول له مثلا تعال شو شو، يعني بخليه يبتعد عن هيدا. انا وقت شتت انتباه ما بيكون عندي نوبه غضب، انا وقت عم بحكي هلا عم بحكي عندي نوبه غضب على التصرف. ايوه اوكي خلصنا، انت شو حسيت؟ بدي اعرف هو عم يستمتع بالشيء اللي عم بيصير، انت عم تتعب ولا لا؟ طب هيك منيح؟ ما عاد في بكي، ما عاد في صريخ، بدك تحكي لي شو الفكره، شو الموضوع. طيب خلينا لينيت تحكي شوي عن الثواب والعقاب. انت عم تقولي انا ماني مع انه اليوم الطفل ينضرب طبعا، ولكن هلا في البعض لا عم يضطر لهي القصه يعني، وبقول لك انا لا انا خليني على تربايه القديمين، انا اهلي ربونا على هاي القصه، وجدي ربى ابي على هاي القصه، ورحنا على اساس تربيه حديثه، طلع عنا طفل عنيد، طفل بياخذ غرضه غصب عنك بالنهايه قد ما حاولتي، بضل يبكي لحتى انت اللي تستسلمي. طيب اليوم مع هذا الطفل نحن خلينا نحكي اليوم شو اهم العقوبات اللي نحن ممكن ما نروح للتعنيف الجسدي ولا اللفظي ونقدر انه نحن نوصل للشيء اللي بدنا اياه. اولا بدي يكون قدامي دائما عم راقبه، قدامي انه انت سويت غلط، قدامي بدك تقعد تتحاسب، قدامي بدك تقعد ولا حرف. بدي حاسبه انا اليوم، بدك تقعد على الكرسي، قاعد على الكرسي ما في ولا حرف، ما بدي احكي معك، ما بدك تحكي معي، بس هون بالسن حتى انا خلص. والسن كيف يعني؟ هون بنحكي الاعمار مثلا بالسن 6 سنين من سنتين اربع سنين، مشان نعرف انه بيقولوا لك مثلا بدك تعاقبيه للطفل عمره سنتين توقفيه طبعا. دقيقتين طبعا ضد 3 سنين، يعني هي طريقه حتى التعامل بالعمر طبعا مختلفه طبعا، انه مثلا نروح على غرفه ثانيه واحبسه هي القصص لا ابدا. ليه؟ لانه هذا الشيء كثير بياثر على نفسيته، الام بدها تعرف انه انا بدي اكون مشجعه حالي وعامله ريلاكس كثير كبير لحتى اقدر استوعب هذا الطفل اللي قدامي. طيب خلينا نحكي بالختام نصائح اخيره لكل الامهات اللي عم تقول هذا الحكي كثير حلو، بس انا فعليا قديش قادره طبقه ولا لا؟ كثير حابين بعض النقاط الاساسيه اللي فينا نركز مع البدايه، لانه في فتره فينا فعليا نستغلها هي السنوات الاولى للطفل، بنعرف من ال3 سنين ل6 سنوات انا قديش فيني استثمر. طبعا هلا انا بقدر كل الامهات اكيد، وبقدر كل المقدمين الرعايه بشكل عام، ولكن انه نحن بنعرف انه التربيه هي شيء كثير صعب وكتير اساسي وما نو سهل، وقت اللي نحن بدنا نكون جاهزين نجيب بيبي بدنا نكون نحن بنعرف حالنا شو الهدف. انا مو هدف اني اشعر بالامومه، مو هدف اني اشعر باحاسيس ثانيه، الهدف اني اجيب انا طفل وانشئه انشاء صحيح وربيه تربيه صحيحه. وحتى هلا نرجع شوي، نرجع قيمه المعلم للحياه، انه هلا نحن صارين نشوف انه حتى الامهات والاهالي واي حدا بيقدر يتمسخر على المعلم ما بيعرف يعلم، لا هذا الشيء مو حلو، بدنا نرجع قيمه التعليم، قيمه التدريس، قيمه التربيه. شو اللي تغير؟ يعني اليوم شو اللي تغير عن قديم؟ اللي تغير يعني نحن لهلا بذاكرتنا اسماء الاساتذه كانوا وقت يفوتوا على تماماً. الصف نحن هيك نعمل، نخاف اكثر من ما نخاف بالبيت يعني. يعني هذا التساهل اليوم اللي صار وهذا التسيب كثير، يعني التساهل بلش من الامهات، من عندنا من الاهالي، وقت اللي انا بقلل من قيمه المعلم معناتها ابني ابدا ما رح يحترمه.
طيب اكيد بالختام بدنا نشكرك الاخصائيه التربويه لينات يوسف على وجودك معنا، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. شكرا وصباحك حلو. اهلا وسهلا. كان مكملين نور بباقي فقرات صباحنا اليوم، ولكن خلونا نروح ضمن تقرير لنعرف معلومات عن ورق الغار. دائما له استخدامات كثير عديده وبيحمل فوائد عبر الحضارات والزمن وليومنا هذا. تقريرنا لزميلنا عمر ايوب. إضافة لفوائدها المتعددة، رمزت أوراق الغار عبر الزمن إلى النجاح، فكان يتوج رأس المنتصر في أي ميدان بإكليلها. الغار شجرة دائمة الخضرة ومن الأنواع العطرية التي تتحمل الحرارة، حيث استخدم الرومانيون أوراقها كمادة طبية وتعددت مسمياتها كورقة سيدنا موسى عليه السلام والرند. وأثبتت الدراسات أن أوراق الغار تعمل على تخفيض نسبة السكر بالدم لما تحويه من مضادات الأكسدة، كما تمكن الجسم من إنتاج الأنسولين، إضافة لتحسين عملية الهضم لاحتوائها على نسبة كبيرة من الأنزيمات العلاجية لتكسير البروتين. كما يحتوي ورق الغار على مركبات البروتين والساليسيلات التي تزيد من صحة عمل القلب والأوعية الدموية، ما يعزز أهميتها للقلب والأوعية الدموية. كما تستخدم أوراق الغار كمخفف للألم، فالزيت المستخرج من ورق الغار له خصائص مضادة للالتهابات ويعمل على تقليل آلام التهاب المفاصل والروماتيزم. وإذا كنت تريد علاجاً سهلاً وفعالاً للحصول على أسنان بيضاء، فعليك بفرك ورق الغار بالأسنان مرة واحدة كل 3 أيام. ويساعد ورق الغار بشد الجلد والتخفيف من التجاعيد، وتستخدم أوراقه لعلاج لدغات الأفاعي ولسعات الحشرات وتخفيف الجروح والكدمات لاحتوائها على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا. ولورقة الغار الكثير من الفوائد الأخرى كاستخدامه في الطبخ وتحضير العطور والصابون الذي اشتهرت مدينة حلب بصناعته، كما يستخدم في صناعة مواد التجميل. أما هلأ رشا ننتقل لفقرتنا الطبية لليوم لنحكي فيها عن سرطان شائع بشكل كتير كبير ومنتشر بشكل كتير كبير، هو سرطان المثانة. صحيح. نحكي عنه أكثر، أسبابه، طرق العلاج، أنواعه، أهمية الكشف المبكر، قديش بتساهم بطريقة العلاج واختصار فترة العلاج. ونحن بنعرف قديش السرطان هو والعلاج رحلته كثير مؤلمه ومتعبه للمحيط وللشخص. اليوم رغم كل التطور يمكن الطبي للاسف ما في علاج نهائي او شافي تام، لكن الكشف المبكر للسرطان اليوم بيأثر بشكل كثير كبير على النتيجه وعلى الشفاء. اكيد اكيد نور، ودائما التوعيه، ونحن ضمن صباحنا دائما بنضوي على أهمية التوعية وأهمية الكشف المبكر، مو بس على سرطان المثاني لليوم ولكن على جميع أنواع السرطانات. صحيح. اليوم ضمن مساحتنا الصباحية رح نسلط الضوء على سرطان المثاني، أنواعه ورحلة العلاج. ضيفنا لليوم هو الدكتور محمد عزام، استشاري الكلى والجراحة البولية. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحكم وصباح السادة المشاهدين. يسعد صباحك. حكينا يمكن تحت الهواء عم نقول أنه صرنا عم نسمع عن سرطان المثاني قديش منتشر بشكل كتير كبير بالآونة الأخيرة وخاصة عند الرجال. خلينا نحكي عن الأسباب الأساسية لسرطان المثانة. ونحن بنعرف السرطانات ما في إلا أسباب أساسية، يعني نحن بنقول يا عامل وراثي يا في عندك جين ممكن يكون مهيأ لهيدا السرطان. تماما حضرتك، مثل ما تفضلتي عن أسباب السرطان، هو عامل إما عامل وراثي في مهيأ لأنه يصير. صحيح. عنده، بالإضافة لبعض العوامل الريسك اللي هي عوامل كيميائية أو بيتعرض من خلال عمله أو حياته، في عنده سلوك معين بيزيد من نسبة حدوث السرطان. سرطان المثانة حنتحدث عنه ونلفت نظر السادة المشاهدين لأنه موضوع كتير مهم وشائع من السرطانات. صحيح. الشائعة وخاصة عند الرجال، هو سرطان منتشر أكثر عند الرجال منه عند النساء. طبعا المثانة حتى نشرح هيك بعجالة، المثانة هي عبارة عن كرة مثانية بتخزن البول. صحيح. لحين موعد إفراغها
فبمرحلة من مراحل العمر وخاصة بعد عمر 50 وخاصة عند الرجال بيصير في عندهم أعراض معينة بنتمنى أنه هلأ نركز عليها وينتبهوا لها السادة المشاهدين، لأنه هي تعتبر علاج هي تعتبر يعني مفتاح في العلاج سرطان المثانة خاصة بالكشف المبكر. صحيح. السرطان هو بشكل عام هو تكاثر مجموعة من الخلايا بشكل عشوائي خارج عن النظام والوظيفة يلي موجود من شانها، فبصير بيخرب بالمنطقة يلي هو تكاثر فيها هي الخلايا، وممكن تنتقل لأماكن بعيدة مثل الرئة، الكبد، الدماغ، وتعمل أعراض وفق المكان اللي هي منتقلة فيه منتشرة فيه. بالنسبة للأسباب في هي أسباب غير مباشرة، لكن وجدوا مراكز الأبحاث بأنه التدخين عامل كتير أساسي بموضوع سرطان البروستات. التدخين بيلعب دور كبير مش كتير من الأمراض للأسف تماما يعني. لكن سرطان المثانة عفوا والبروستات نحن نحكي عن السرطان الشائعة عند الرجال لها دور كتير أساسي وكبير في علاقة كتير كبيرة بين التدخين بكل أنواعه طبعاً. يعني أنا في مرضى بيجوا لعندي إنه لا أنا ما بدخن بأرجل أو سيجار أو بايب أو حتى التدخين الإلكتروني يلي هلأ منتشر وشائع. صحيح. بأنه هو ما له أضرار، لا هو له أضرار صحيح بنسبة أقل بكتير لأنه الدخل. بيحتوي على مواد تمام من التدخين الاعتيادي الطبيعي، لكن له نسبة بيسبب أضرار. طيب دكتور، احنا نعرف أن سرطان المثانة بيبلش من الخلايا الداخلية لبطانة المثانة. خلينا نحكي اليوم عن الأعراض. اليوم وقت الشخص بده يكون عنده إصابة بهذا السرطان، ونحن بتسموه المرض الصامت، يعني فجأة بيكتشف هذا المرض يعني لأقل سبب، أحياناً سبب ما له علاقة بمكان السرطان، بيكون الألم بمكان ثاني، بالفحص السريري العام يبين السرطان موجود، ولهيك تم تسميته المرض الصامت. خلينا نحكي اليوم عن الأعراض. هل اليوم المريض رح يشعر بأشياء قبل ما تبلش عنده هي الظاهرة السرطانية؟ تماماً. كتير مهم أنه ننتبه لهي الأعراض. السرطان المثانة سرطان صامت صحيح، ممكن يكبر السرطان بدون ما يعمل أعراض، لكن إلا ما يعطي بعض الإشارات تمام، وهي الإشارات تعتبر مهمة، لكن نحن المريض أحياناً بيهملها. يعني من أهم هي الإشارات هي بصير لون البول غامق نتيجة وجود الدم بالبول. هلأ نحن المريض بيجي لعنا أحياناً بنقول له أنه إمتى ظهر عندك الدم بالبول أو صار البول غامق مثل لون الشاي؟ بيقول أنا من عدة أشهر وراحي. فهو شو بفكر؟ بفكر أنه أكل أكلة معينة، نقص سوائل تمام، وخاصة البيلة الدموية بنسميها العيانية غير العرضية، لأنه هو ما بيكون عم يشعر بأي عرض، فقط لون البول غامق بصير. فهذا عرض كتير مهم يفترض ننتبه له، يفترض يراجع فوراً المريض طبيبه بهذا الموضوع مشان يبحث عن السبب. هلأ في كتير أسباب بتؤدي للدم بالبول، في كتير أسباب أحيانا نقص، فنحن مو كمان إذا شفنا بول غامق يعني نقلق إنه خلص لا، هي بيكون قلة مي يعني تماما سوائل. في كتير أسباب، حتى ممكن يكون غذائي، يعني أحيانا الواحد بيأكل أكلات فيها صبغة عالية بتظهر بتغيير لون البول. لكن إنه نهمل هذا الموضوع ونقول إنه لا معنا غير هذا العارض، هذا أمر خاطئ، معنا غير هذا العارض الأهم يعني اليوم؟ هذا العارض الأهم تمام. لكن في أعراض كمان ممكن تكون حرقة بالبول، ألم أسفل البطن، ممكن تظهر عند عنق المثانة كتلة الورم، تكون عند عنق المثانة فالمريض بيشعر بصعوبة بالتبول أو أسر بولي ما بيقدر يخرج البول رغم شعوره بأنه هو محصور يعني ولازم يدخل على الحمام. إيه هي من الأعراض كمان اللي بتتظاهر. طيب دكتور، خلينا نحكي عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان المثانة، قديش فعليا ممكن يساعد بالشفاء أو العلاج، ولا منقول حسب المرحلة هون ممكن يكون في شفاء تام ولا لا؟ تمام. هي المرحلة إلها علاقة بـ الكشف وتوقيت المبكر. الكشف عن الورم.
الورم مثل ما تفضلتي هو بيخرج من البطانة. المثانة عبارة عن طبقات. صحيح. طبقة البطانة، الطبقة العضلية، الطبقة الدهنية الخارجية. هو بيخرج من الطبقة الميوكوزا أو الطبقة الداخلية، هي البطانة. لما بينشأ عنها قلنا بيظهر عنده المريض أعراض، غالبا هو نزفي، بتخرج مع البول دم. هون بيأتي دور العلاج. نحن هون بهالحالة شو بيعمل الطبيب؟ بيدخل بالمنظار عن طريق فوهة التبول، عن بنسميها سيستوسكوبي، بندخل من الأحليل سواء عند الرجال أو عند النساء للمثانة، وبيتم تصوير بطانة المثانة بشكل دقيق. في حال شكينا بأي مكان أو بؤرة أو منطقة غير سليمة، نأخذ منها خزعة ونقوم بتحليلها. لما بتكون بمراحل الأولى، اللي بنسميها non muscle invasive، يعني لسه الورم ضمن البطانة ما انتقل للطبقة العضلية، هون نسبة العلاج كتير عالية. curable المرض بيكون تصل أكثر من 70% نسبة العلاج. طبعاً العلاج بيتم بحالة بنسميها TURB، تجريف عن طريق قطع الكتلة الورمية بتيار كهربائي، وبعدين بنلحقها بعلاج ومتابعة. طبعا الشفاء لنا بتصل لأكثر من 70%، ونحن كثير بنلاحظ حالات شفاء تام. المريض ما يقلق، لكن هون المعيار أو النقطة المفصلية هي الكشف المبكر. طيب الدكتور، لأنه لما بتتحول عفوا لغازية للعضلية، هون صار العلاج أعقد وأكبر، يعني بننتقل بقى لعلاج عن طريق استئصال كامل أو جذري للمثانة راديكال، يعني ومع إجراء عملية تحويل بولي لحتى نصنع مثانة يخزن البول ويخرج بشكل طبيعي. دكتور، دائما بيكون في خوف، وبيكون في خلينا نقول انه بيقولوا وقت بيكون في عملية استئصال لكتلة سرطانية، دائما المريض بخاف، لانه كثير بيسمع انه وقت عم يروحوا للعملية الجراحية عم يتم انتشار للكتلة السرطانية او الخلايا السرطانية بالمنطقة. اليوم قد ايه صحية هي ما بدنا نقول الإشاعة، خلينا نقول المقولة. لا، هي المقولة منتشرة كثير، نحن بنلاحظها مع معظم المرضى. عم يخافوا اليوم، يعني عم يخاف. يعني حضرتك حكيت كلمة شائعة جدا، يعني المريض بنخبره انه في خطوات معينة لازم نقوم فيها. احد هي الخطوات استئصال الكتلة الورمية عن طريق التنظير طبعا، فبيقلق انه من انتشار الورم، بيقول انا اذا عملت جراحة او فحين تم انتشار للخلايا. هذا الأمر خاطئ 100%. صحيح. بالعكس، الاستئصال هو مثل ما تحدثنا له نسبة علاج كتير عالية، وبخاصة إذا كان مبكر جدا والكشف مبكر جدا، بتكون عمليته جدا بسيطة ونسبة الشفاء عالية. ليش؟ لأنه نحن لما بندخل بطانة المثانة، البطانة تبع المثانة، بعدين الكتلة العضلية، بعدين الطبقة العضلية، تعتبر البطانة هي الجزء أو الطبقة الخارجية، لأن الطبقة العضلية صارت هي الداخلية بالجسم. البطانة هي الطبقة الخارجية، هي الملامسة مباشرة للبول. فنحن عم ندخل للمثانة، لكن العمل غير جراحي مفتوح، يعني ما عملنا عملية فتح بطن أو شق تمام جراحي، عملية التنظير، ومنرفقها بعدها بعلاج كيموثيرابي. بنحقن المثانة بمواد كيميائية أو مواد علاج مناعي، ميونوثيرابي بنسميها BCG، فلحتى نمنع النكس أو الانفيجن انتشار المرض. فكتير العلاج مهم، وما يعني يفترض المريض يكون مطمئن لهذا الموضوع انه ما بيحدث ابدا بهيك. طيب دكتور، خلينا نحكي امتى بنوصل لمرحله نستأصل فيها المثانه، وعم نشوفها كثير خاصه عند الرجال، وبيكون في نكس بعد الاستئصال، يعني بيقول راح يكون في استئصال بحيث انه نحن نقضي على السرطان بشكل كامل، وبعد فتره بنلاقي لا ممكن يتم نكس وينتشر هيدا السرطان. هون ما بيكون في نكس، بمعنى انه انتكس ناتج عن الاستئصال. الاستئصال هو علاجي وتام،
لكن احيانا لما بتكون تكون مرحلة متقدمة وفي نقائل ممكن تكون مايكرو ميتاستاتيك، يعني نقائل بعيدة عن منطقة المثانة مجهرية، تمام، بعد فترة من الزمن بتظهر. فنحن لهيك بتم في متابعة، ما بينتهي الموضوع انه استأصلنا المثانة وخلص. اكيد بكل السرطانات بيتم متابعة، في متابعة لازم دورية بعد 6 أشهر وبعد سنة وبعد في فترة زمنية، جدول زمني منتم المتابعة فيه وفق دراسات عالمية بهذا الموضوع. لكن الفكرة بين انه يكون في نكس او لا او نقائل او لا، هو مثل ما حكينا فترة اكتشاف المرض. لما بتكون بفترة مبكرة ما بنروح لهي المراحل ابدا. تمام. اليوم اكيد عم نراهن على الوقت دكتور، يعني بكل بمرض السرطان دائما يعني بيقولوا لنا الاطباء اللي بنستضيفهم بصباحاتنا انه دائما الوقت هو العامل الاساسي للنجاح بالكشف المبكر، يعني احسن ما تكون الحاله متطوره ويروح العلاج لرحله كثير طويله ومرهقه ان كان على الطبيب او على المريض. بدنا نشكر حضورك لليوم ونتمنى الصحه والسلامه لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. ان شاء الله بتضلوا بخير وبتضلوا الاخوه المساعدين بالف خير. شكرا لك دكتور. بنتمنى يمكن رغم تطور العلم والبحث العلمي لهلا ما تم يمكن اكتشاف علاج شافي 100% من السرطان، نتمنى يا رب يتم بالوقت القريب. اما هلا رشا بننتقل لحلب الشهباء مع مبادره شهيق زفير بالتعاون مع الامانه السوريه للتنميه، اقامت سوق خيري لمنتجات وطنيه صنعت باطفال أيادي أطفال ذوي الهمم. خلونا نتابع التفاصيل بالتقرير التالي. بمناسبة يوم الإعاقة العالمية، نظمت مبادرة شهيق زفير بالتعاون مع الأمانة السورية للتنمية وجمعية الرجاء سوقا خيريا لمنتجات وطنية صنعت بأيدي الأطفال ذوي الهمم. احنا أطلقنا هاشتاغ اسمه الطاقة وليست إعاقة. فليش نحن نعمل نطور هالموضوع نستثمره صح بطريقة صحيحة مثل هذه؟ أول شيء عملنا نحن فعالية كثيرة للأطفال، كانت أول شيء أطفال عشان ندمجهم بالمجتمع، ثاني شيء إدخالهم سوق العمل، ونحن قادرين نعمل شيء نحن. هي مبادرة رائعة جدا، هي بتعطي قوة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصي فريق دخل على بالتسوق، يعني مجال التسوق، وهن وجودهم بين المجتمع ودمجهم مع المجتمع ومعرفة المجتمع فيهم أنه هن عندهم قدرات وعندهم مهارات قادرين يكونوا مع كافة الفئات بأي عمل إن كان. السوق تضمن نحو 30 مشاركا من الأطفال بمنتجات متنوعة إضافة لمحطات ترفيهية وفعاليات أخرى. ممكن أنه يعملوا شيء إضافي في الحياة، يعني هن ما لهم مهمشين، هن جزء من المجتمع. شملت عدد كبير من ذوي الحاجات الخاصة، يعني واللي النساء اللي فقدوا عائلاتهم ساعدتهم بتأمين حاجات أولادهم، حاجاتهم الاجتماعية. وزع العالم يعني ما وزع حريات. أبي أنا هدول تفور وحريات. آيات عنا حلوة يمكن عنكم 15,000. السوق يهدف إلى تقديم الرعاية والتأهيل لذوي الهمم والعمل على دمجهم في سوق العمل. وليد هناي، الإخبارية السورية، حلب. وبمساحتنا الأخيرة لليوم رح نسلط الضوء نور على مصطلح الكوتشنج. شو رأيك في هذا المصطلح؟ قد ايه اليوم هو مهم عم نسمع بحياتنا كتير. يعني عم نسمع لايف كوتش او لايف كوتشنج كثير عم نسمع، مدرب الحياة، قديش فعليا بالعشر سنوات الأخيرة صرنا نسمع هذا المصطلح بشكل كبير، صرنا بحاجته أكثر. هلا أحيانا كثير مننا بيكون عنده هدف، بيكون عنده ناحية كثير إيجابية ومهارة بحياته، ولكن هو بجوز ما أنه منتبه لها. ليجي دور هذا الكوتش ليعلمنا ويدربنا لنقدر نحن نكتشف حالنا بالنهاية. ضيفتنا لليوم هي لايف كوتش رامي محمد المكاكي، هيك صح؟ صح مكاكي. يسعد صباحك. طبعا حضرتك استشارية صحة نفسية وتربوية. تفضل. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. في البداية قبل ما نغوص بالتفاصيل ونحكي عنها، خلينا نعرف شو معنات لايف كوتش. يعني نحن بنعرف مدرب الحياة، بدنا نبلش أول شيء أنه بالكوتشنج أو اسم الكوتش. الكوتش إجا من كلمة هي أصلها هنغارية، بعدين ترجموها للغة الإنجليزية معناتها عربي.
كريج. كانت استخدمتها جامعة أكسفورد 1830 كلغة متداولة. نعم. بمعنى أنه مثل المدرس الخصوصي يعلم الطالب يعني بنقطة ضعف عنده ليساعده لحتى يتخطاها. الكوتشنج هي جلسة يعني حوارية تفاعلية بين الكوتش والمستفيد. طبعا مبنية على الثقة وعلى السرية التامة. وظيفة الكوتشنج هي أنه يستخرج الكوتش القدرات والطاقة الكامنة عند العميل أو المستفيد. يعني إحنا فينا نسميه عميل فينا نسميه مستفيد بطريقة استثارة تفكيره عن طريق الحوار. والطريق الحوار هي طريق يعني هو حوار تفاعلي. نعم. بين الكوتش والعميل. طيب حكينا عن مصطلح الكوتشنج، ولكن هذا المصطلح لحتى يقدر يوصلني أنا صح ويكون نتائجه إيجابية بحاجة إلى كوتش مدرب وعنده مهارات كتير مهمة. بداية خلينا نعرف شو هو الكوتش بنظرك وشو هو أهم المهارات المفروض أنه يمتلكها. الكوتش هو أكيد شخص مؤهل ليكون كوتش، يقوم بالجلسات الكوتشنج. أول شيء بده يكون ملم بعلم النفس وعلم السلوك المعرفي لحتى يعرف شخصية العميل اللي عم بيتعامل معه. نعم. ومشان مثل ما حكينا انه يستثير الافكار الموجوده داخله والطاقه الكامنه جواته لحتى يطالع الشغلات اللي هو ما بيعرفها بنفسه العميل نفسه. طيب خلينا نحكي عن فلسفه الكوتشنج، يعني نوسعها اكثر. لما نقول هي جلسه حواريه تفاعليه بين الكوتش وان كان مثل ما بسميه العميل او المريض او اي يعني لما يعني شبهتيها للحاله مثل لما يكون في حدا عنده مشكله عم يحس فيها ورايح لطبيب نفسي، بس هون الموضوع مختلف. هون النتيجه كيف بتكون؟ يعني نحن عم نحكي عن حوار تفاعلي بين الكوتش والشخص الاخر، لوين بتروحوا؟ يعني صار في حوار تفاعلي للمكان مكامن الاساسي، لوين بتكمل؟ هي فلسفه الكوتشنج هي يعني هي المحور الاساسي هو العميل. الكوتش لما يتعامل مع العميل هو بيعرف الكوتش انه في عنده قوى داخليه او طاقه كامنه مشان يطالعها. فهو شغله الكوتش مو انه مثلا يلاقي له حلول او مو اصدار الحكم، لا بالعكس، الكوتش هو بيلاحظ بانصت بيراقب بيحلل بيخليه يطالع مواضع القوة اللي عنده ويستخدمها طبعا بتطوير ذاته ومعرفة ذاته ومعرفة الأهداف لحتى يحدد الأهداف ويحققها بالطريقة يعني بأفضل طريقة وأسرع شيء انه ضمن ظروف الواقع. ايضا ضمن ظروف الواقع. طيب كوتش رامي خلينا هيك اذا حبينا نعمل اسقاط للواقع، من ضمن الحالات اللي انت حضرتك مشرفه عليها، خبرينا اليوم عن حاله، يعني ما بدنا نحن نفوت بخصوصيات، بدنا حاله ونتيجه. الحاله انا كثير بعتمد على القيم للعميل، القيم ندرس القيم والمعتقدات اللي خلته مثلا يكون افكار محدده. مثل ما حكينا انه العميل عنده افكار كثير طبعا عقلانيه وغير عقلانيه وكلها بتتبع حسب ما هو مثل الخريطه اللي عنده، لانه بنستخدم نحن تقنيات البرمجه اللغويه بالبرمجه العصبيه اللغويه بنستخدمها بالعلاج. فنحن مشان هيك فنحن بنعرف الخريطه ليست الواقع. فهو ممكن حاطط بباله شيء بس انا بساعده انه يكتشف شغلات هي موجوده فيه بس ما بيعرفها. يعني بساعده انه يطور حاله بيكتشف طب حاله. يعني نحن عم نحكي عن مشاركه افكار ودواخل الشخص، ممكن يكون في بعض الافكار والدواخل السلبيه بيشتغلوا انه مثلا تسليط الضوء على الايجابي، لانه بنعرف نحن بكل جانب بالشخص في جانب خير وجانب شر. كمان بيتم التركيز على هي، يعني في اشخاص بيروحوا لعندكم بيقول لكم انه انا يمكن مسيطر علي هي الافكار السلبيه او ايه بده يطلعوا للاسف الظروف تلاقي تتفاجئي بتطلع هي المكامن فعليا بشكل كثير كبير. هو شغله الكوتش يقوي نقاط الضعف اللي عند العميل وطبعا يسلط على نقاط القوه، بس هو اكثر شيء انه بيساعده او هو يعني مثل اللي بيدفعه دفع لحتى يطالع الافكار الابداعيه ويتخلص من نقاط الضعف اللي عنده ويقويها. شو أكثر نقاط الضعف الشائعة اللي عم تكون عند أكثر شيء؟ الخوف عندهم، أكثر شيء الخوف، الخوف إنه يجربوا شيء جديد.
بتخاف من الفشل؟ بخاف من الفشل طبعا. اللي بياخد مثلا او بيعمل جلسات كوتشنج بيستفيد لبعدين انه في عند بصير عنده وعي، هي بالاساس انه هي رحله وعي، بصير عنده زياده الوعي، بيطور نفسه، بيطور مهارات نفسه جديدة. مهارات الاتصال، التواصل الجماعي، في عنده يعني في مهارات كتير ممكن هو ممكن يفوت لعند الكوتش بشغله يطلع مستفيد من شغله ثانيه. يعني مثلا مثل تحديد اهداف، طبعا احنا بالكوتشنج بنعتمد على نماذج نشتغلها حسب الحاله. في ناس تحديد هدف، في ناس سفر، في ناس اي شيء، في عندهم عوائق، هدول المعتقدات اللي عندهم هي ممكن اللي بتعيق تجلي الهدف عندهم. طيب كوتش، خلينا نحكي اليوم عن الادوات اللي حضرتك تستخدميها مع العميل مثل ما وصفتي، ان كان من الدعم، هن بجوز خمس ادوات انت اليوم بتعتمدي عليهم بالتعامل مع العميل. اي طبعا، هي اهم اداه هي الاسئله القويه والمدروسه والمنطقيه طبعا. نعم. كل ما كانت الاسئله قويه ونفس الموضوع عم يعني تتحدث عن نفس الموضوع كل ما كانت النتيجه اسرع. طبعا مثل ما حكينا في نماذج كثير وفي اساليب كثير وفي صحيح. ادوات كثير فما فينا يعني نتوسع كثير بالشرح، بس اهم شيء انه هي اسئله. هي اسئله، اذا نقول ادوات كثير، شو هي الادوات؟ هي ضمن الفلسفه الكوتش، هي فعليا بس انا بركز على المكامن الاساسيه واسئله بشكل متتالي. تمام. فقط ايه. هي يعني هي الكوتشنج بشكل عام بشكل رئيسي هي طرح اسئله. يعني انت لما تيجي مثلا بدك تساليني عن شغله، انا ما يعني ما برشدك ولا شيء، انا بوجهك، انا توجيه اكثر ما انا ارشاد او بفرض عليك راي. ضمن انت الشيء اللي انت حابه تحققي، انا بسالك اسئله، انت بتكتشفي السؤال من جواتك، فانت الحل يعني عندك. يعني المدرب لما يجي العميل لما يجي لعندكم بيقول لكم انه انا حابب يعني عندي هدف معين، بيقول لكم بالبدايه ولا انت بتوجهي؟ طبعا، ما نحن بدنا نشوف مثلا انت وين هلا، بعدين وين بتحب تكون، وهي بتكون مسار الرحله. طبعا بيكون في اكيد في تعامل بين العميل والكوتش على تحديد جلسات الكوتشنج، بده يكون في رابط بيناتهم، بده يكون في الفه، بده يكون في روابط كتير بيناتهم مشان تنجح في الكوتشنج. ايه، وفي اريحيه. طيب كوتش رامي، هيك خلينا نحكي بالحالات اللي اجتك، خلينا نروح للحاله الايجابيه اللي رحتي على تدريبها وتاهيلها واكتشاف مواهب، خلينا نقول، وحددتي توجهات لها، او مثل ما قلتي انت ما بتحددي، انت اليوم بتارشدي او يعني لحاله واحد بس اكتشف ذاته بيقدر يحدد شو بده بالنهايه. يعني طبعاً. شو اهم الحالات الايجابيه اللي وصلتوا لها؟ يعني شو عمل هذا العميل؟ يعني اجى بحاله ووصل لحاله. مثل ما حكيت انه هو بصير عنده وعي. بصير عنده وعي طالما هو من اول شيء انه عنده كوتش. هلا في ناس ممكن تستمر مع الكوتش مدى الحياه. كوتش شخصي يعني لايف شخصي. ممكن يحتاجهم. اكيد مو الكل بضل يلاحق التطورات وشو بده يعمل شو بده يساوي، هون شغله الكوتش بتجي. ففي ناس كثير وفي شركات كثير بتعتمده، وصار في دراسات كثير عملتها الاتحاد العالمي للكوتشنج على 62 دوله على 1265 شخص. صحيح. شافوا اهميه الكوتشنج بتغيير الفرد، او قد ايه له فوائد على الفرد، قلنا الوعي بالتطوير بعلاقته مع الاخرين بالعمل الجماعي، وفي كثير شغلات يعني ممكن ما بقدر اذكرها كلها. طيب خلينا نحكي اكثر فئه يمكن مستهدفه او بتتواصل معكم ككوتشينج، شو هي كل الفئات مستهدفه هون. يعني في، لانه هو الكوتش له انواع، في كوتش مراهقين، في كوتش رياضه، في كوتش، في يعني انواع لكل فئه عمريه محدده، في كوتش يعني كل المجالات بحاجه للكوتش. هي الكوتش بتيجي مثل فيدباك، تغذيه راجعه للتي او تي اللي بيكون عم بيعمل دورات تنميه بشريه، هي بتثبت المعلومات وبخليهم يشتغلوا فيه بشكل عملي اكثر. يعني طيب اليوم الناس اللي بتجي لعندكم شو بتكون بحاجه اكثر شيء؟ يعني النسبه الاكبر الاستقرار اكثر شيء، انه استقرار العاطفي الاجتماعي الاقتصادي اكثر شيء، النفسي. ما بظل هاي الظروف اللي عم نعيشها، 10 سنوات من الحرب اقل شيء يكون مطلوب اساسي. ما بظل هاي الظروف هاي اللي عم نعيشها، فالانسان بحاجه لكوتش. صعب. صحيح. اكيد بالختام بدنا نتشكرك ونتمنى فعليا
كل هاي الظروف تمرق على خير لما نقول النسبة العالية بتحتاج إلى إصرار نفسي مادي، لأنه الصلتين مادي ركزي للنور على مادي مرتبطين، لأنه هي ظروف أنا حكيتهم خلال سنوات الحرب، واليوم عم نعيش أقصى الظروف الاقتصادية المعيشية. بنتمنى تمر على خير. بنشكرك بالختام. شكرا كثير. شكرا كوتش لحضورك هيك، وإن شاء الله بالصحة والسلامة النفسية والإقتصادية وكل وإلكم إن شاء الله يا رب. شكرا. ميرسي. هلا أما نور، نحن وصلنا لنهاية صباحنا لليوم. بدي أتمنى لك كل الأمنيات اللي تمنيتها للكوتش. استخرار نفسي، استخرار مادي للجميع نتمناهم أكيد. بتاع كله اليوم نحن بحاجته. نتمنى للكل أكيد. وتمنياتنا أكيد لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم، يحملكم هذا النهار كل القصص اللي بتحبوها وتقضوها برفقة الأشخاص اللي بتحبوهم، يحمل هذا النهار الأمنيات والرزق الكريم لكم ولأن نكونوا بخير. باي باي. رحلتنا لهون بتكون خلصت. محطات عديدة كانت اليوم متنوعة. ملتقانا بكرة على شاشة الإخبارية السورية بنفس التوقيت. نتمنى هالنهار يحملكم الخير وراحة البال والرزق والانفراج لكل الناس. إلى اللقاء. باي.